السلام عليكم، ازيكم؟ مرحب بكم اصدقائي المتابعين. سؤال جديد مهم جدا من ساره، بتقول ازاي اعرف اذا كانت اسناني تتحمل ان انا اعمل تقويم ولا لا، لان هي تحس اسنانها ضعيفه. انا دكتور اسلام نبيل، استشاري تقويم الاسنان. ما تنساش في البدايه تعمل لايك للفيديو، واذا عجبك ما تنساش تعمل له شير علشان يوصل الفايده لكل الناس. وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، لو ليك اسئله تانية اكتبوا لي وان شاء الله ارد عليها. نروح بقى لسؤال ساره، يلا مع بعض نتكلم ازاي ان احنا نعرف اسناننا تتحمل ان احنا نعمل تقويم ولا لا. اولا في البدايه ضروري جدا ان حضرتك تختاري دكتور متخصص، يكون اخصائي او استشاري تقويم، مش بس كده، يكون محترف وبيدرس وبيهتم بتفاصيل شغله. يعني بعد ما تتاكد ان هو اخصائي او استشاري من الدوله اللي هو موجود فيها وعنده شهادات معتمده بده، لازم تدخل على الصفحات بتاعته وتتاكد ان هو عالج عشرات ومئات والاف الحالات علشان تبقى مطمئن ان باذن الله حالتك هتمشي على احسن ما يكون. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، احنا لما الحاله بتشرفنا وبنعمل لها التشخيص الكلينيكي في العيادة، دي بتكون أول وأهم نقطة بنعمل لها التشخيص الإكلينيكي في العيادة، من خلال فحص التيجان، فحص التاج اللي هو الأبيض ده، وفحص اللثة، ودي بتكون نقطة مهمة. لكن بيكون في عندنا جزء مهم جدا احنا مش بنقدر نشوفه، وهو جدر السنة نفسها، الجزء اللي هو بيكون تحت اللثة وموجود في الأنسجة الداخلية اللي احنا مش قادرين نشوفها بعنينا. دي بتكون نقطة مهمة جدا. طب هنفحصها ازاي؟ بعد ما بنتم الفحص الإكلينيكي المباشر للحالة في العيادة، ودي بتكون نقطة مهمة جدا، بنفحص فيها الوجه والابتسامة والأسنان وإطباق الأسنان من كل الزوايا، دي بتكون نقطة مهمة. ثم بنستعين بالأشعة، واتكلمنا ان دور الأشعة مهم جدا. احنا بناخد أشعة بانوراما وأشعة لاترال سيفالومتري في أغلب حالات التقويم، 100% من حالات التقويم بناخد أشعة بانوراما، وأشعة جانبية بناخدها ل 90% من الحالات، ونادرا جدا ما بنحتاج الأشعة المقطعية. الأشعة اللي بتهمنا في سؤال سارة هي الأشعة البانوراما. في الأشعة البانوراما هنا احنا بنبص فيها على صورة الأسنان بشكل كامل، بنبص فيها وبنفحص التاج، بنفحص فيها الجدر، بنفحص فيها جذور الأسنان كلها، بنفحص فيها إذا كان عندنا أسنان زايدة، إذا كان عندنا أسنان ناقصة، جذور الأسنان، المورفولوجي بتاعها، شكلها، الرسمة بتاعتها عاملة إزاي، وهل هي مستقيمة وباراليل ولا هي دانسينج وفيها مشاكل وهكذا. فإحنا نعمل الفحص الإكلينيكي عند دكتور محترف، ثم نستعين بالأشعة علشان نطمئن، وبنشرح ده للحالة. وضروري جدا إن الحالة تفهم تفاصيل حالتها أثناء التشخيص في العيادة، وتفهم كل المشاكل، وقبل ما تبتدي في العلاج ضروري إن هي تعرف خطة وخطوات العلاج اللي إحنا هنمشي عليها من أول يوم في العلاج لحد ما نخلص التقويم. بس كده، أتمنى أنا كده أكون رديت على حضرتك، ولو ليكم أسئلة تانية سيبولي في الكومنتات وإن شاء الله نطلع نرد عليها. ما تنسوش اللايك والشير، ويلا اشوفكم على خير. باي باي، مع السلامة.